بعد طلب الرحيل، 3 أندية تتأهب لمحاولة خطف كريستيانو رونالدو. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. في البداية خلونا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. يحوم الغموض حول مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل انطلاق موسم 22-23. صاحب 37 عاما أمضى الموسم الماضي ضمن صفوف اليونايتد الذي عاد إليه في صيف 21 قادما من يوفنتوس الإيطالي بعدما لعب له في فترة سابقة بين عامي 2003 و2009. ورغم تألقه على الصعيد الفردي إلى أن موسم رونالدو لم يكن الأفضل في مسيرته نظرا لعدم قدرة فريقه على الظفر بأي لقب، فضلا عن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإنجليزي سادسا. وفي الساعات الماضية ظهرت تقارير صحفية تفيد بتقديم رونالدو بطلب رسمي للرحيل عن ملعب أولد ترافولد هذا الصيف نظرا لعدم شعوره بأن طموحات النادي تتماشى مع أحلامه وأهدافه الخاصة في الموسم القادم. ومن جانبها كشفت إذاعة مونتو كارلو الفرنسية عن استعداد 3 أندية أوروبية للتحرك من أجل التعاقد مع الهداف التاريخي لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، ومن هذه الأندية تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وأيضا نادي نابولي الإيطالي. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.